انتظر شوية ضحيات. اوكي فالناتشر هو الموجود بالليكس والارتفيشال هو الموجود بالكوميونال ووتر سبلاي. بعد وين قلنا؟ سكول ووتر سبلاي وبعدين جت عندنا من الارتفيشال الى تروبيكال ابلكيشن. فاذا الكومينال صار عندنا تروبيكال وصار عندنا سيستميك. سيستميك يعني ناخذه عن طريق الفم فالجسم كله يستفاد منه، اما تروبيكال فقط للتيث الموجوده بالماء. والتوبيكال على انواع، اكو على شكل ليكويد واكو على شكل جل وعلى شكل توث بيست. اما السيستميك فعلى انواع ايضا، واحد من عندها الكومينال ووتر سبلاي، اثنين سكول ووتر سبلاي، ثلاثة من يقول لي؟ تابلت. 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 بعد سامحين. تابلت راني. ليكويد. بعد. لوزنجز بعد ملتي فيتامين وذ فلورايد وهكذا سمع لي راح ناخذها بالتفصيل. فهاي هي الايديا مالت الفلوريديشن. The water fluoridation is the controlled adjustment of fluoride compound to a public water supply in order to bring the fluoride concentration up to a level. سواء كانت بالووتر او احنا ضفنا، المهم نوصلها للكونسنتريشن اللي يمنع عنا الدلتا كيريز اللي هو ايش قد قلنا بالمحاضره السابقه؟ 1 بارت بير مليون او 1 ملي جرام بير لتر نفس الشيء. A level would effectively prevent caries. Hypothesis that the introduction of a fluoride into a water supply would result in a lower communal prevalence of caries. هنا جت مصطلح البريفيلنس. شنو بريفيلنس؟ انتشار. شدة انتشار. شدة انتشار. ناس عندها دي ام اف تي واصل 20، ناس عندها دي ام اف تي 7، ناس عندها 2، ناس عندها 0. فالمقياس مالتنا هو الدي ام اف تي والدي ام اف اس اندكس. هاو تو ميجر دنتال كيريز؟ دائما اسال هذا السؤال بالامتحان. هاو كان يو ميجر دنتال كيريز؟ احنا شلون نقيسه؟ باستعمال الدي ام اف تي والدي ام اف اس. وضعوا على الديسيديو وصل سمول دي ام اف تي وعندنا واحد صغير اسمه دي اي اف. هاي الخمس اندسيز نستعملها هاو تو ميجر دنتال كيريز. فكلمة بريفلنس يعني شدة انتشار. Areas with a warm climate, the optimal fluoride concentration in drinking water should remain below 1 mg per liter. إذا جو حار يشربون مي هواية ما يصير ياخذون 1 mg per liter، لازم يصير أقل لأن كمية اللي ياخذوها أكثر. وبالعكس بالنسبة للجو البارد. While in cooler climates it could go to up to 1.2. زايد الكونسنتريشن لان كمية المياه اللي يشربوها قليلة. الرينج اوف اذا الرينج راح يصير هاي نجيبه دائما في الام سي كيو 0.7 تو 1.2 رينج من الاعلى الى الاكثر حسب الكلايمت. Water fluoridation requires a level of dental caries community
that high or moderate or firm indicate that the case double are increasing. كل ما يزيد معناته يحتاجون أكثر فلورايد. شنو أنواع الفلورايد تستعمل بالwater supply؟ أولاً فلوروسبار، هاي مصطلحات لازم تعرفوها. شنو هو الفلوروسبار؟ It is a mineral containing calcium. Mineral containing calcium. Fluoride, CaF by 2. CaF2. اثنين sodium fluoride. ثلاثة silico fluoride. لأنها قلنا الفلوريد ما يجي وحدة عنصر بالطبيعة. دائماً على شكل هالوجينز أملاح. فهاي الأملاح مالتها. أربعة sodium silico fluoride. دمجوا السيليكون ويا الصوديوم فصار سيليكو فلورايد. صوديوم سيليكو فلورايد most commonly used due to its low cost. إذن أكثر واحد يستعمل هو النوع الرابع لأنه سعره قليل. ليش دائما نركز بالفلورايد اللو كوست؟ أكثر إنه نطيل واي عالم يعني. وين نطيل الناس؟ مو شخص واحد رح نطيل بالعيادة نسوي له حشوة. هاي كوميونيتيز راح تستفاد يعني ملايين. فاذا دائما نفكر باللو كوست لانه يعني المدرسه لازم تكون بعدد كبير، الناس هي تشرب من البول المي الحنفيه اعداد هائله، فاذا نفكر باللو كوست. Solutions of this compound are corrosive, hence materials for piping should be chosen accordingly. اذا ما دام الفلورايد يتفاعل ويا الاملاح فالبوريات اللي تستعمل لازم تكون من نوع خاص مو معدنية. معدنية راح تتفاعل ويا الفلورايد وتصير بالعكس توكسيك تو اس. فيفكرون انه يسوي مثلا اهين ويسموه اهين، هاي شوية المادة مالتها ما تقبل التفاعل مع الفلورايد. هيدرو فلورو سيليك اسيد هاي نوع اخر خامسا. وستة امونيوم سيليكو فلورايد NH by 2 SIF 6. هاي تحفظوها التركيب الكيميائي مال المادة. فصار عندنا ست مواد للانواع الفلورايد مركبات الفلورايد. ادفانتج اولا هذا النوع هو لو كوست. اثنين نو موتيفيشن اور بيهيفيرال تشينجز نيسيسري. لا نحكي ويا المريض ولا نقول له ولا نعلمه، هذا مو تفريج ولا هذا، هو يجي من المي وهو يشربه. فاذا خلصنا من موضوع الموتيفيشن، من يقول لي شنو موتيفيشن؟ تثقيف تعليم education تحفيز كارثة education يعني بالانجليزي شنو؟ يعني motivation college stimulation of what؟ دكتورة بالنسبة لي stimulation يعني احنا ندفع بطريقة ما انه يغير behavior مالته. مثلا احنا عندنا بالدنتال كلينك دائما نخلي فد غرفه صغيره نسميها فور هيلث دنتال هيلث ادوكيشن. يعني شنو؟ الطفل اللي نشوفه ياكل نساتر وحلويات كل اسبوعيه وما يقدر يعني والكيريز مالي الفم مالته، من يجي بكل دنتال كلينك ناخذه بالغرفه هاي. معنا شو مسوي؟ جامعه بغداد موجوده، الغرفه كلها انواع النساتر الاغلفه مالتها كلها احتاليها على الحائط على شكل شارتات و الراويها نحكي وياه، هو يشوف هاي كلها هو اللي ياكلها يعرفها. فشو كله؟ نقول له هاي كلها موجوده، بس النتيجه انه اسنانك تعبت وفقدت، وبديت تقلع اسنانك، وبديت البرمننتي تفقدها. فكل مره نحكي وياه شويه شويه الى ان يصير عنده ادابتيشن. من ياخذ فكره كامله يبدي يغير البيهيفير مالته. ليش الكلام يبدي يدق براسه؟ فيبدي يرفض. انا شايف بعض الاطفال بعد من نقدم لهم عصير لا 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 ما اريده انا، يمكن هو شويه مستحي بعده بس يبدي يفكر. يقول له اخذ اخذ شوكليت بعد لا 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 اخذ بس وحده انا. لان بدا الحكي ياثر عليه مال اهله، راح تصير سكر ترى انت، حضرت تاكل حلويات، اسنانك صارت الليل كلها ما تنام من الوجع مال اسنانك، فالطفل شوي شويه نسميها غرفه الدنتال هيلث ادوكيشن. فالموتيفيشن هو stimulation of behavioral change. Three hard pre and post eruptive benefits. هاي شنو يعني؟ hard pre and post eruptive benefits. قبل ما يطلع عنه بعد ما يطلع عن الاسنان. يعني هو ده يشربه وهو بيبي.
الاسنان من راح تتكون during development that will take fluoride and be resistant against dental caries. فهذا pre. من تصير eruption راح يصير في erupted tooth وهو ماخذ حماية. حماية منين ماخذها؟ من الفلورايد اللي أخذها during development. فصار عندنا pre و post. هذا السيستم. بينما topical هو شنو؟ post. بس نبينا بتطلع فوق. بس نحاول نخلي له topical فلورايد حتى يمنع الكاريز. بس هذا limitation كلش limited هذا effect. بس من ننطي سيستم راح يصير pre and post. هو راح يصير بي اربشن هو ما اخذ حمايته الكافيه صاير هيدروكسي ابيتايت تحولت الى فلورو ابيتايت قصص. اذا كيريز ريدكشن ايش قد بهاي الطريقه 50 to 60% in permanent teeth and 40 to 50% in primary teeth and the disadvantage is the possibility of mild to moderate fluorosis. بما انه اذا ياخذه كلش من وقت بالطفوله يعني احنا كنا نعطيه بالمهميه مالت الطفل نحطه تابلت الذوب او نعطيه قطرات مالتي فيتامين وذ فلورايد فهذا ياخذه من بيبي الى ان يكبر يستمر وياخذ توبيكال ويفرج بمعجون بي فلورايد مرات يسوي لنا مايلد فلوروسس مايلد بس كلش قليله هاي الحاله يعني شفناها بس اولاد اطباء الاسنان قد ما بعض الآباء يكونون حريصين فهم ينطوا تابت وهم يفرشوا له ويحطوا له تابيكال عدة مرات بالعيادة شوي يصير أوفر فيظهر عندهم مايلد فلوروسس. water fluoridation simply delay dental decay since the introduction of fluoride estimate for the delay teeth eruption range from 0.7 years to as much as 2 years. يعني هاي الفترة طبعاً deciduous teeth اللي يصير بيها تكون و eruption. Fluoride incorporation in a primary dentition and in the alveolar bone which must be resorbed prior to the eruption of the permanent teeth. يعني احنا الغاية مالتنا مو deciduous tooth ترى. احنا الغاية مالتنا permanent teeth اللي هي في طور التكون. فننطيه يا هو صغير هم نخلص من مجموعة الديسيديوز تيث وهم دنهيئة للبيرمننت تيث اللي هي في طور التكون يعني الإرابشن البادس مالت البيرمننت تيث تتكون وين؟ تتكون بيا ترايمستر أول ساين of tooth bud formation شو وقت يتكون؟ Sixth week of intrauterine life. تبتدي أول تكون للديب بات. Fluoride incorporation to primary dentition and the alveolar bone, which must be resorbed prior to the eruption of permanent teeth. Is believed to be the cause of this generalized decay and tooth eruption. يعني من يصير ال resorption بالبون نفسه وال deciduous tooth موجود بس حيصير بيه mobility ويتحرك ال deciduous tooth. هو ليه يصير mobility؟ لأن أكو resorption بالبون. يعني سبحان الله الله خالقها في الطريقة حتى يصير resorption exfoliation of deciduous teeth and eruption of تجي على هذاك هسه سميناه systemic water fluoridation يعني communal water supply هسه تجي على هم systemic بس هو school water fluoridation it's most applicable in rural schools where fluoridation of community water if not feasible ليش بالrural تعرفوا شنو رورال اوربت؟ ريفي 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 رورال شنو؟ ريفي ريف هو اوربن الحضارة فاذا هالمناطق هاي البعيدة عن المركز احتمال ما فيها ووتر سبلاي يعني ما عندهم محل فيها فشنو عندهم اذا؟ اذا لازم يضيفوا لهم ووتر لانه اصلا ما عندهم مي
actually in them that caries was found to be about 40%. لازم تعرفوا كل نوع من الفلوريديشن ايش قد يسوي ريدكشن للكاريز. اوكي تاخذوا تكتبون اول فنتوز بيست ايش قد يسوي ريدكشن 40% 50% ايش قد السيستم الفلوريديشن يسوي 60% موجودات عند الدكتور ولا وين؟ نعم موجودات؟ هي موجوده. ايش بدي اقول لكم اياها حتى تكتبوها يا ديس ادفانتج هاي قلناها قبل شوية. أولا the children don't receive the benefit until they begin school. يعني ثلاثة أشهر عطلة وإذا مثل جماعتنا هم أخوانهم بعد ثلاثة أشهر اللوخ مظاهرة هاي سبعة أشهر راحت عليهم فهاي disadvantage. يجوز اثنين children consume the fluoridated water only when the school is in session يعني بس من يكون بالدوام. Dietary fluoride supplement اللي قلنا هي التابلت والمولتي فيتامينز هاي نسميها supplement. Fluoride tablet doesn't use and the drops. نيجي على supplement were generally originally designed to provide the systemic fluoride that a child would not consume in living in a non-fluoridated area. إذا هو إذا non-fluoridated area فما راح يستفاد. وقلنا مو كل مكان بفلوريد بالكومنال ووتر سبلاي. فإذا نعطي سبلمنت حتى نكمل الاحتياج مالته مال 1 ملي جرام. شوفوا شلون ده ودي ياخذ 0.5 ياخذ من سبلمنت 0.5 حتى يصير 1. 2 supplements contain a measured amount of fluoride, typically 0.25 milligram, 0.5 milligram, and 1 milligram. Sodium fluoride. هاي قلت لكم اسمه بالصيدليات زايمة فلور. أكو أبو الربع 0.2 نعطيه هذول كلش صغار الربع. بعدين من يصير عمره سنتين توتال ستيت نعطيه 0.5 وبعدين نزيدها 0.75 إلى أن يدخل المدرسة نعطيه 1 مللي جرام. تابلت صغيره طعمها طيب نقول له موسى خلي لي اياها بالفم. هاي بالنسبه للي هم اكثر من 4 سنوات الاقل ما نقدر نعطيهم تابلت يبلع هم اياه بالحلو او بالاكل يختنق من يبدي يبلع. اذا نعطيه نقول له موسى اول مره فيتعلم موسى حتى التوبيكال يصير بيها افكت وسيستميكالي من راح يبلع الباقي. اوكي فعندنا تراكيز مختلفة ربع نص 1 ملي جرام الصوديوم فلورايد حتى اكو 0.75. And in this study by BB et al. 1955 carries a trial with 242 children comparing fluoride lozenges that were sucked and swallowed ومصها ويبلعها with fluoride pills were swallowed right away. He found only 4 new caries in children who consume the lozenges. إذا بس اللي شافوا إذا found only 4 new caries يعني من أخذوا اللوزنجز بعد ما ظهرت عندهم ليجن جديدة caries ليجن. نعم. شنو هاي اللوزنجز؟ حبوب المص. شلون اللي ناخذها الثروت انفكشن؟ هي نفس الشيء. فصار عندهم ريدكشن كلش قوي بحيث ما ظهرت غير 4 نيو كيريز لل 242 طفل اللي سوينا عليهم التجربه مع الوزن. فري افكتيف. شو اللي مقابل 6.6 نيو كيريز ان تشيلدرن سوالود ذا بولز. هذول بس بالعوض ما مصوها. فشوفوا الفرق يعني تكون لوزنجز وياها سيستميك يصير الافكت اكثر. Fluoride supplement should only be prescribed by dentist when there is. اذا لازم الدنتست هو اللي يكتبها لانه قلت لكم هي بها محاذير يعني ما اقدر اكتب الطفل الصغير اقول له ابو الواحد اخذ وهو بيبي ما يصير راح يصير توكسيك للكيدنيز. Clear evidence of high risk of caries and non-compliance with using other fluoridated products. يعني يستعمل نوعين ثلاثة مرات يصير over. إذن هذا supplement.
جيت هنا أنا عندنا من البيرث إلى 6 مانث، هذا الجدول لازم تقروه زين. أوكي؟ من البيرث إلى 6 مانث شوف الأعمار اللي راح نبدي بيها، التركيز الأول ما نحتاجه ولا الثاني ولا الثالث، يعني مو ضروري بهالفترة هاي. بس من السكس مانث لل 3 years اللي نسميه toddler stage A نحتاج أبو الربع أو 0.5 ملي جرام بير ليتر. من 3 إلى 6 راح نزيد راح تصير 0.5، ومن 6 سنوات إلى 16 سنة راح نعطي أبو 1 ملي جرام. واضحة؟ Studies concluded that here is preventive effect of about 40 to 50% was found when until age was 2 years or longer. Here is the preventive effect of about 40 to 50% was found when until the age was 2 years or younger. من عمر اثنين إلى أقل، بس هم اللي preventive effect كان 40 to 50%. هذا بالنسبة للديسيديوس تيف. البيرمننت تيف studies taking tablet from 1 to 7 years give a reduction 39 to 80%. And they show that sucking tablet for as long as possible gives better result in caries prevention. إذا كنا متفقين عليها أنه السوالوينج واللوزنجز أكو فرق بيناتهم تقريبا تأثير ضعف، فاللوزنج وبعدين يبلعها هو أحسن إفكت. برينيتال يعني قبل لزوغ الأسنان. Result from studies found caries reduction in children mothers received fluoride tablet during pregnancy greater than adults. إذا هي الأم انطيناها during pregnancy ممكن بيسوي reduction بالرابتب تيب. علي كاظم. لا علي وردة. علي لو أحمد كاظم. علي. علي وين علي؟ ما موجود. عندنا. هاي ولد هو موجود. غريبة. إذا نحن بتبرين يتر يعني بيورج برنس. ترى مضبوطين منه شيء خطأ. يوم الإلك ونضرب. أصلاً شيء. بعدين دول كل سؤال. لا 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 لا. داينو هسي. شواني ابني 30 سنة وبالله لازم تكون ما يحمل الزاوية. الله. إذا النوع الآخر هو فلورايد دروبس. فلورايد دروبس. They are available as 0.25 يعني نص الربع 0.25 eye drops 0.25 milligrams ربع و 0.5 نص drops. The drops are prescribed to children until they are old enough to swallow. حتى الملتيفيتامينز ونعطيهم القطرات لازم يكون عندهم قابلية للبلع ويختبرون بها. اوكي 10 drops كم قطرة راح ننطي؟ ترى هاي انتوا راح تسألهم بيها، يعني انت بتروح للصيدلي ترى الصيدلي ما يعرف فيقول لك يعني كم قطرة تريد؟ شو راح تنطي هي؟ فانت لازم تجاوبه تقول له لازم انطيه 10 دروبس. ليش؟ لان 10 دروبس اكوال 1 ملي جرام بير ليتر، واحنا نريد الديلي دوز هي 1 ملي جرام، فاذا 10 قطرات. اوكي؟ If 10 drops placed in a liter of water, the result concentration of one part بير مليون أو فلورايد. إذا القطرة خففناها بالمي شقد راح يصير عندنا؟ نفس الكمية ولكن بشكل ووتر، يعني إذا صعبة عليك عملية البلع خلي ليها بالمي ويبلعها. فصار عندنا ستابلت وصار عندنا لوزنجز وصار عندنا سبليمنتس يعني دروبس والمالتي فيتامين أو دروبس ألون.
النوع الآخر هو الصلت، يعني ملح نستعمله على المائدة يكون فلوريديت. فنأخذ كمية نسبة لا بأس بيها بالملح اللي ناكله يوميا. جبلت كونسنتريشن 250 بارت بير مليون which is 250 ملغرام of فلوريد بير كيلو صلت. كل كيلو صلت ب 250 ملغرام، مو ربع ملغرام في الكيلو الواحد. Thus a person could potentially ingest 1 milligram of fluoride a day at a salt intake of 4 gram a day. يعني بدل ما ياخذ كمية مالت 1 milligram طريقة أخرى راح ياخذها كلها عن طريق الملح. The evidence that fluoridated salt is actually effective is weak. سووا تجارب على استعمال الملح بالأكل وشافوا إيش يسوي reduction، بس هو الإفكت مو هواية. الإفكت خفيف. فأنا أقول واحد يستعمل جزء ملح وجزء يبدأ يشرب الماي مالت الكومونال ووتر سبلاي اللي فيه فلورايد، واللي يبدأ يستعمله بالتوث بيست يكون كافي. مو تمام؟ أحسن ما أعرض نفسي خطورة أكثر. الأدفانتج مالته وايد كفرج، كل الناس تقدر تستعمله. Need little action by the individual، ما يتعبني فشي، موجود على الناس. ولو كوست freedom of the consumer as both fluoridated and non-fluoridated salt is available. بكيفة. حتى لا يقول والله أنا ما أجيب ما أدخل فلورايد. بكيفة موجود هو. It is safe، ما بيه أي خطورة. Minimum possibilities of fluoros، لأنه أصلاً كثيرة عليه. Disadvantage. Salt fluoridation need community education and the promotion. To international efforts to reduce sodium intake to help control hypertension. ناس خافوا قالوا الملح هو صوديوم، فهذا يزيد لنا خصوصا الناس اللي عندها ضغط، فيخافون ياخذون لانه هذا احتمال زايد. حتى اذا ما بي ضغط يقول لك والله انا اخذ كميه زايده من الملح على مود الفلورايد حيسبب لي مشكله hypertension، فشويه بيها شك. Consumption of fluoridated salt is lowered during early life when the need of fluoride is the maximum. يعني احنا قللناه بالاكل شويه بس هو الجسم فتره الديفلوبمنت اوف تيث راح يحتاج مور كونسنتريشن اوف فلورايد، فاذا هو ما بيكفرج تكفي، لازم وياه طرق اخرى. فهو ويك يعني بس موجود مثل الموت والصلب موجوده بس التاثير مالتها كلش قليل وبي سايد افكت. Milk fluoridation is the addition of a measured quantity of fluoride to bottled or packaged milk to be drunk children, both bovine and human milk. Bovine يعني بقري وhuman milk وحليب الأم. Contain low of fluoride about 0.03 part per million. يعني نسبة كلش قليلة. Fluoridation is suggested instead of water fluoridation. إذا ما عندهم هم بالمنطقة فلورايد فيقدر ياخذ حليب بكمية من الفلورايد. High concentration of fluoride is needed for two reasons. أول، the children did not drink the beverage through the day. يعني ما يشربون سوائل بالمدرسة. High concentration is needed. اثنين، calcium in the milk complexes with fluoride which would reduce its availability for topical benefits. Some studies could not show any benefit of fluoridated milk. يعني تأثيره كلش ضعيف وبعض البحوث يعني شافوا انه ما كان اقول. طبعا نعمل نطور ملك او صوت البحوث تصير ورا سنتين يلا يقيسون الدم بارتياليز. يعني هذا خبر حيبين بيوم ويومين على المدى البعيد. Disadvantage, consumption of milk varies between different socio-economic groups. هناك ما تشرب حليب، هناك ما عدا فلوس تشتري حليب. اثنين، consumption decreases with age as long-term benefit is less than water fluoridation. Water fluoridation هو التوب. ثلاثة، require higher level
اور تكنيكال اكسبرتس، يعني لازم معامل تحضره وتقيس نسبه الفلورايد وترتبها بالحليب حتى توفرها للناس. مثلا بالعراق احنا دول الديفلوبمنت كانت ما عندنا هيك امكانيات. بروسيجر كان بي ريليتيفلي كوست، الحليب رايس مكلف. It can be divided to fluoride absorption, distribution, and elimination. كل هذا تأثر بينه. فصار عندنا كم نوع من systemic fluoridation؟ يلا بنات. systemic fluoridation كم نوع؟ ستة دكتور. بيقوم. هسا أشياء نصنع ساعة. water fluoridation. communal water supply. مين؟ School, water supply. Tablets. Three tablets. Drops. Vitamin, doctor. Salt, we have milk. Don't forget. Salt and milk. That's salt. What are the ingredients? Salt. What are the ingredients? What are the ingredients? Fluoride intake. The major source of fluoride are foods, drinking water, beverages, and fluoride-containing animal products. إذا أهم هو الأكل والشرب والعصائر اللي نأخذها، هاي أهم مصادر الفلوريد. The atmosphere. من يعرف يا أكل موجود به نسبة عالية من الفلوريد؟ سبينا واحد دكتور. دقيقة واحدة وين؟ سبينا دكتورة الأشجار اللي تنسق بمي بفلورايد. شلون؟ الأشجار اللي تنسق بمي بفلورايد الخضراء والبني. موجود بالمطاعم حتى صار سوى الروبيان والسي فود اهم مصدر بعد تي جيري جاي تي بس بدون شكر طبعا تي مصدر غني بالفلورايد الحمد لله اوكي والحليب والشاهي وبعد معلومة أخرى عجبتي بالامتحان يا نوع فتشينات دائما إحنا يومية الصبح ويسوينا سبعة ترى المهم الصبح يعني عودنا بيض بي بفرق أكشن كان الدم تركيز جبن المزرعة الجبن تشيز تشيز وبي بفرق ترى وانا عليك هذا موجود لا هذا وين؟ شاف هذا كبير. التشيز إذا أفرج أنتي كيريس ليش؟ لأنه إتحاد خاص أفرج. هاي سؤال يجب بالاتحاد الفاضي. فقسم شكله من تشيز تشيز عبارة عن شطرنج. لا هو التشيز. دكتور الهيد أوف شيب من يعني. الهيد اوف شيب يعني درست في فرنسا كان هو فرنسا ورا ما نخلص غدا ما ياكلوا غدا ورا ما نخلص غدا الدكتور يقرا على الدكتور انواع الاجبان الفرنسيه تعرفون ايش قد مشهوره اشكال والوان من هذا اللي مثل العفن من هذا الاصفر من هذا فحتش تستغرب شنو دول يجيبون الجبن ورا الغدا جبن غير ناكل الصبح طبعا كل بلد وله فد بيهيفير فأثاري هو شنو الجبن؟ هو بي بفرنج أكشن فمن ناخذه بعد الأكل راح يوقف تكون الدم تركيز واحد سوى ماكل وأسنانه بيه فود إنفكشن تاخذ قطعة الجبن يصير بفرنج أكشن فيرفع الكنانيتي أوف سلايفا فما يصير عندنا أسيديتي ولا يصير عندنا فرمنتيشن لللاكتيك أسيد أكل أنواع الأجبان وجبن خاص يعني لا أي جبن أي جبن؟ أي جبن
هذا جبن العرب دكتور هذا اه لا And then the major source of fluoride are food, drinking water, beverages, the fluoride containing dental products. The atmosphere carries some fluoride, but it supplies only a small fraction of the day exposure, except in heavily polluted areas. Most food have a fluoride concentration less than 0.5 parts per billion. The major exception being marine fresh fish. يعني الأسماك البحرية مو النهرية which have concentration that range from about 6 to 27 parts per million. شو لك عالية نسبة؟ من 6 إلى 27 parts per million. وإحنا نريد واحد باليوم. فإذا أخذنا وجبة سي فود أو فيش معناته أخذنا كمية كافية من الفلورايد. Beverage fluoride concentration reflects those in water used for preparation. In general, they range from 0.1 about 1.4 part per million except for tea, which contains up to 7 part per million.